محمد أبو رشيد جمعة، قرضاوي جديد في إريتريا ترعاه قطر. اسم مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي تحول إلى صفة لكل من يدعم الإرهاب تحت ستار الدين. الإريتري محمد جمعة أبو رشيد الملقب بقرضاوي إريتريا، عضو بارز في جماعة الإخوان الإرهابية، دعمته قطر من خلال منابرها الإعلامية لبث الفوضى والعنف في إريتريا إرضاء لحديثتها في القرن الإفريقي إثيوبيا. منذ التسعينات سافر جمعة إلى قطر وظل متنقلا بينها وبين تركيا وبريطانيا. لم يكن الدعم القطري عبر الإعلام فقط، بل دعم جمعة لتنظيم مظاهرات ضد النظام في الخارج.